أعتقد أن السيد روحاني سيفوز، لديه خطط جيدة كما أنه قام بأعمال جيدة أيضا على مدى السنوات الأربع الماضية. أولوياتي في السياسة الخارجية هي تحويل الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى مركز جدير بالتواصل بين كل بلدان العالم من خلال التركيز على القواسم المشتركة وتطوير الحوارات والعلاقات البناءة على المستويين الإقليمي والدولي. خبرنگاران محترم و مهندس سید مصطفی میرسلیم نامزد اختصاص دادن برای حضور در این